بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم الأول فزعا وأوسطه جزعا وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أفِ به وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلما ظلمتها إياه في نفسي أو في عرضي أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل علي بميل أو هوان أو أنفة أو خمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا وهيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق بصري عن ردها إلي والتخلل من فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته أن تسلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة
إنه لا تنقصك المغفرة ولا تذرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أولي بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواك.